ذكرى رحيل الأديبة رضوى عاشور، يا ترى مين هي وليه لازم تكرر لها؟ رضوى عاشور هي كاتبة وأديبة مصرية، اتولدت سنة 1946 وتوفيت سنة 2014. دلوقتي عرفنا مين هي رضوى عاشور، بس السؤال الأهم ليه لازم تقرأ لها؟ خليني أقول لك على ثلاث حاجات بيميزوا رضوى عاشور. أول حاجة إن هي مهتمة بقضايا الأم زي القضايا الفلسطينية والأندلس والاحتلال عامة، حاجات كلنا بنعاني منها، فبالتالي بتناقش أفكار مجتمعية تستاهل فعلا تعرف عنها. تاني حاجة بتميز كتابات رضوى عاشور مش إنها بتعيشك جوه أحداث الرواية، لأ هي كمان بتعيشك تفاصيل الزمان والمكان أكنك عايش في قلب الحدث بالظبط. ثالث وآخر حاجة بقى وهي الطريقة، الطريقة اللي بتكتب بها رضوى عاشور ممتعة جدا، سلسة جدا، قمة البلاغة، وغير كل ده انها مش مملة، يعني حاجة كده متكاملة. وبس كده، وده كان تعريف بسيط للكاتبة الرائعة رضوى عاشور. لو عايز بقى تشرحات عنها قولي في الكومنتات تحت، فولو لايك وشير. سلام.